منطقة العقيدات. منطقة العقيدات. لاحظنا هنا عندكم بيوت مهدمة يعني كثير. من ضمن البيوت المهدمة؟ نعم مشعول ومدمر البيت مثل ما أقول أكثر من يعني مثل ما أقول كمية كبيرة يعني الشعل مالته. الطابق الأول كله شعلونه هو. منو شعل لك إياه؟ من داعش. داعش شعل لك البيت؟ نعم. تمام. زين ما حد جا زاركم مسؤولين؟ بس منظمة تجي وسجلون ويمشون. أي. يعني ما حد جا عوضك؟ رحت على دائرة التعويضات؟ رحت وديت. سويت معاملة وكملت المعاملة. أي. وقالوا لي الله كريم على تطلع على بغداد المعاملة. تمام. زين شو طالب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية؟ والله هي يجون يساعدونا لأن إذا أنت تعرف أنت تعبانين ومنطقتنا تعبانة. أخوي هذا اليوم هدم شباب أسترى البيوت حالياً. يعني فيها البيوت مأجرة. المتاجر في داخل المحلات قلعوا من بيوتها وتأجر غير متان في تحت الأيسار في تحت الأيمان واحتيال هذه المبررة ما حد يعالجها وراعي البيت أمور تعبانة. تمام. يعني ما عنده إمكانية يجي ما عنده إمكانية إنه يقلع بيته. تمام. وأرجو رجع أترعى وقت في تعمير البناء. مع الافتراحة منظمة والمساعدات اللي تساعدوها جزاكم الله خير. تمام. بس أرجو رجع في عملهم حيل بطيء مو حرسة تقريبا 20% حرشتهم.